مروة الشريف على راديو مصر. رمضان بيجمعنا. مستمعينا، تحياتي ليكم في حلقة جديدة من دور جواك. كل يوم مع بعض لسه بندور جوا كل واحد فينا على ايه اللي ممكن يكون مزعله ومضايقه. اللي مزعل صديقة لينا النهاردة زوجها، هنعرف مزعلها في ايه بعد ما نرحب بالدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي، عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية. اهلا يا دكتور بحضرتك في راديو مصر. اهلا يا استاذه مروه، ازيك؟ الحمد لله يا دكتور. صديقتنا يا دكتور النهارده بتقول لنا ان زوجها اللي بيغلط فيه بيشطبه من حياته حتى ولو اعتذر له، وكل اللي بيشغله ازاي ينتقم منه ويرد له اللي عمله، مع ان المشكله ممكن تكون بسيطه بس هو بيكون مكبرها قوي. للاسف بقى بيتعامل معاها هي كمان بنفس الاسلوب. نقول لها الاول هو ليه بيفكر كده؟ الشخصيات الأكثر حساسية هي أكثر تركيزاً على نفسها وأكثر استقبالاً لكل حاجة بتضايقها. خليني أقولك إن هذا النوع تم الاتفاق عليه نفسياً إنه ميته ما بيدفنش، ودايماً ما بينساش. عادة بيكون أوبسيسد جداً بكل حاجة بتحصل، مدقق قوي في كل اللي بيتم حواليه. الشخصيات دي التسامح بالنسبه لها بيكون كلمه صادمه. اتسامح ازاي وانسى ازاي؟ انت ما تعرفش ده عمل فيا ايه. العلاج بالتسامح هو احدث تقنيه تم اضافتها في اهم فروع العلاج النفسي، وهو الكوجنيتيف ثيرابي، العلاج المعرفي. خلينا نقول لك الاول ان الشخص اللي مش بيسامح هو اللي بيعاني، وخلينا نرفع شعار النهارده اسمه ان المسامح حكيم مش كريم. لا، هو كريم اجتماعيا ولكنه حكيم نفسيا، بمعنى لان انا لما بسامح انا المستفيد. الاستاذه مروه ضايقتني جدا وعملت موقف النهارده ما كانش المفروض انه يحصل منها ابدا. لما روحت البيت كنت مفتكر الموقف ده بمنتهى الدقه. اول ما افتكرتها انا استخدمت طاقه ذهنيه اسمها طاقه الرسم، فرسمت شكلها في مخي. بعدها استخدمت طاقه اللون عشان الون هي كانت لابسه ايه لما اتكلمت معايا بشكل وحش، تفاصيل المشهد. بعدها استخدمت طاقه الحركه عشان احرك جسمها بالشكل اللي هي ضايقتني بيه وهي بتكلمني. بعدها استخدمت طاقه الصوت عشان خاطر احط عليها الكلام اللي هي قالتهولي. كل دي طاقات ذهنيه كاني ركبت فيلم بالظبط، وده اللي بيحصل. مجموعه من الطاقات الذهنيه انا بستخدمها في استدعاء اي موقف جاي من عقلي. حاله الاستدعاء المستمر في استهلاك لكم كبير جدا من الطاقات. كل ده بيحصل في 1/1000 من الثانية، فتلاقيني دايما مشدود ومتوتر، دايما مش قادر انسى الموقف، ودايما بشوف ايه اللي حصل والمفروض يحصل ازاي. ملايين الوصلات العصبية اللي بتتحرك في البرين من وإلى، لان انا هنا بستخدم الاتنشن، الانتباه، ثم البرسبشن، الادراك، الميموري، التذكر. بعدها بستخدم كم الطاقات النفسيه اللي انا قلت لحضرتك عليهم. فساعات كتير تلاقي واحد قاعد متضايق من حاجه معينه وهو قاعد الفيسز بتاعته بتتاثر وتلاقيه مخنوق او متضايق بالظبط، لدرجه ان بعض الناس بتصاب بالتشنجات. لو روح وهو متضايق من موقف معين ونام، زوجته تقول تاني يوم ده كان متشنج بالليل. طب مش التشنجات دي ليها علاقه يا دكتور بالكهرباء بتاعت المخ مع حاجه مرضيه تانية ولا مرتبطه؟ احنا وصلنا دلوقتي ان احنا بنعالج الكهرباء الزياده او بنعالج هذا التوتر الزايد في نشاط المخ من خلال جلسات الريلاكسيشن، يعني حتى بدون عقاب. ده تطور بقى طبعا. طبعا ان احنا بندربه على الاسترخاء. الريلاكسيشن ثيرابي اول خطوه فيه التسامح. يعني ايه ريلاكسيشن؟ يعني انك تبقي هاديه. استحاله تستمتعي بحياتك وانت عندك كم من المنغصات. استحاله تركزي في ان انت تبقي هاديه وانت عندك كم من الافكار اللي بتفتكريها عن كل حد ضايقك وكل حد كلمك بشكل وحش وكل حد تواصل معاكي بشكل ضيق. طب هو رسم الصوره وعمل الفيلم دلوقتي، المرحله الثانيه بقى انه يبدا يشحن نفسه سلبيا، ان انا اتضايقت وما كانش المفروض ان انا اعدي هذا الموقف، وكان المفروض ان ارد عليها واقول لها كذا، وما كانش المفروض ان انا اسكت لها، فيخش في حاله من التانيب. ده بيرفع معدل توتره وبيخلي قلقه هو الظاهر عليه، وبينكد عليه في اللحظه اللي هو فيها، فتلاقيه لا يهنأ بنوم ولا يسعد بطعام، بيجيله صداع، ارق. طبعا بعد بنخش بقى في الاعراض الجسديه زي ارتفاع الضغط، مشاكل السكر، وكم كبير جدا من الامور اللي لا حصر لها. طب يا دكتور الاحساس بقى بالرغبه في الانتقام والثأر، يعني ده بيجيله ازاي؟ في انهي مرحله بالظبط؟ شوفي، تكرار استدعاء اي موقف سلبي وتكرار استدعاء المواقف السلبيه في الماضي هو اللي بيخلينا دايما مش مستمتعين بالحاضر، بيخلينا دايما متشائمين في المستقبل، وبيخليني دايما باهدر طاقاتي النفسيه بشكل سلبي. علشان كده احنا بندرب الناس دلوقتي على تكنيك العلاج بالتسامح، لان المسامح حكيم بس كريم. خد بالك ان انت لما افتكرت الشخص اللي ضايقك هو ما اتضايقش، انت اللي اتضايقت، وربنا قال لك من زمان لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يعني ما تركزش في الحاجات اللي ممكن تكون نغاصت عليك، وخد بالك ان الشخص القادر على العفو هو قادر على السيطرة والتحكم في نفسه أكثر من غيره. كل موقف ضايقك أنت ممكن تتلاشاه جواك، أنا عارف إنه هيبقى صعب تنساه، عشان كده بقول لك تناساه بالتدريج، هتنساه بالإرادة بالظبط. طب يا دكتور، شهر رمضان إزاي بقى يزود من قدرته على إنه يعفو عند المقدرة؟ فرصة عظيمة جدا جدا بنستغلها في هذا الشهر الكريم، انك بتحاول تربط امورك الروحانية بالواقع العملي اللي انت بتعيشه في دنيتك. كل الناس اللي ضايقتك بتستغل هذا الموقف وتحس ان انت عليت السلف استيم بتاعك، ان انت ما انتقمتش منهم او ما عملت لهمش مشكلة. هو صحيح يا دكتور ممكن يوصل ان هو يرتكب جريمة مثلا بسبب ان هو عايز ينتقم من حد ضايقه او عمل في موقف؟ لما بنيجي نصنف كتير جدا من الأحداث الإجرامية بيكون من أهم التصنيفات إن واحد مش قادر، يعني تلاقيه يقول لك أنت ليه انتقمت من هذا المدير مثلا؟ يقول لك لأن ده من 3 سنين دخل وهزاني وسط زمايلي. والشخصيات اللي عندها قدرة على إنها تراكم هذا الأمر جواها بتكون أكثر حساسية وأكثر توترا وأكثر عصبية فيما بعد. بننصحك لو سمحت خد بالك إن أنت لما تحب نفسك أسهل وأفضل بكتير من إنك تكره غيرك. يعني رشدتنا السريعة ليه النهارده يا دكتور نقول له ايه؟ التغافل ثم عدم الاهتمام بما اثر فيك سلبيا، ثم اشتغل على نفسك في الحاجات اللي تخليك افضل. ان الحياه اكثر من ان نقضيها في تسجيل الاخطاء للاخرين، والتسامح دائما قوه، اما الانتقام ضعف، وكما ان الشجاعه في الاعتذار فالشجاعه ايضا في العفو. نشكر الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسي عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية، وتابعونا كل يوم في نفس ميعادنا، لسه في كتير جوانا بندور عليه. إلى اللقاء. كنتم معا دور جواك مع مروة الشريف على راديو مصر. رمضان بيجمعنا.